صباح الخير، يا صباح الفل على أحلى متابعين، وأهلا بيكم في قناتي، قناة ماما سوسو. الجلاش اللي أنا عملته فطير بالبسترمة حاز إعجاب تحفة تحفة بصراحة، جميل جدا. عندي مازن ما شبعش منه لأن أنا كنت عاملة له جنب صغير، فقال لي يا تيتا أنا عايزك تعملي لي صنايتين، هو بيقول كده صنايتين يعني 2 صواني، فليا واحدة ولصحابي واحدة بس. ايه اعملي بتاعت صحابي زي بتاعتكم؟ طب يا حبيبي ما اقدرش اقول لك لا، فجبت له وهعملها له النهاردة عشان هي بصراحة تحفة قوي قوي قوي. بلاش تعملي عجين وتتعبي نفسك ولا تحطي بيض ولا اي حاجة، هي سهلة جدا. لو ما عندكيش بسطرمة هقولك تعملي ايه. في جبنه بتتباع بالبسطرمه في الهايبرات الكبيره، مثلا زي فتح الله، اوكازيون، ايه تاني، جمله، الحاجات دي عندهم الجبنه دي. لو ما لقيتهاش في السوبر ماركت اللي قريب من بيتك او اي حاجه، روحي فتح الله او المحلات الكبيره دي. انا هنا الصينيه دي حطيت فيها سمنه، وطبعا انا مش بحط سمنه دلوقتي خالص، انا بفرد الجلاش. انا هعملها له طبعا بجبنات بس، هو مش عايز لا طماطم ليه ولا فلفل ولا اي حاجه من دي. تعال نبدا ونسمي الله ونصلي على سيدنا رسول الله ونبدا ونقول لكم هعملها ازاي. يلا بينا كده بقى نسمي الله ونصلي على سيدنا رسول الله دايما كده، ربنا يطرح في اكلك وصحتك البركه. نبدأ دي نعملها اهي، طلع الجوانب كده عالية فوق، تانية بالعكس كده، تمام. كله بقى بالطريقة دي، الحتة دي تمام كده. نبدأ بقى الكبير قوي، تطلع حرفها كده من بره، خلاص ظبطيها كده. ودي برضو عكسها كده اهي، والتانية الجنب التاني الجنب التاني كده خلاص، والجنب التاني برضو. قبل ما اقفل معاكم عشان اقول لكم اعملها كلها تمام، خلاص كده. النهاردة أول يوم يروح المدرسة، عايز بكرة ياخد لأصحابه، أعمل لهم عزومة بقى. خلاص نخلصها وأوريها لكم. تعالوا بقى، أنا عملتها كده وسبت 3 ورقات أو ورقتين. هنا عندي جبنة كيري سايبة، بنزلها في الأول كده وأفردها. عايزه اوريكم الجبنه اللي هي بالبسطرمه، جبنه بالبسطرمه اهي، لا مش دي، دي في بجبنه بزيتون برضو، في كم حاجه يعني اهي، شايفين اهي يعني اهي البسطرمه جوه اهي، تنفعك برضو في سندوتشات في اي حاجه، بتبقى حلوه قوي قوي. كل ما احطها كده ترجع لي تاني. انا عايزه اخلص العلبه دي عشان ابدا في العلبه التانيه الجديده. مش غالية قوي يا جماعة، كام كيلو؟ بكام الكيلو تقريبا؟ مش شايفاها قوي يعني، ب64 او حاجة زي كده، مش تقريبا في الوقت في السعر ده.
يعني احسن، اوفر من ما تجيبي علب مثلثات وكده. وبعدين دي بتتفرد على طول. خلاص كده انا هحط ايه تاني، مش عايزه اطول عليكم الفيديو. البسترمه خلص بقى، اخلصها واوريها لكم عشان اقول لكم هحط ايه تاني. تعالوا بقى بينا نحط ايه تاني. الجبنه الموتزاريلا، لان هو مش عايز حاجه تاني. الجبنه الموتزاريلا عايزه بقى تحطي جبنه تركي برضو، حلوه جدا جدا. هحط برضو معاها جبنه تركي دلوقتي، اطلعها من التلاجة واحطلها. دلعي احفادك كده، دلعي. اما بعمل اكل ويشم ويقول له الله يا تيتا، الله يا تيتا على ريحه اكلك، ذوق في الاكل. ربنا يحفظهم جميعا. ما تنسوش تحطه فوق الوش برضو زي المرة التانية. هطلع دلوقتي الجبنة التركي واوريها لكم، عشان الجبنة التركي بتتمط اكتر من اللازانيا دلوقتي، لان في لازان، في قصدي موتزاريلا، في موتزاريلا باللبن البودر، وفي موتزاريلا باللبن الجاموسي. شفتوا بقى عشان كده في بتتمط وفي ما بتتمطش. اهي كده الجبنة التركي جبتها عشان تتمط اكتر. لو عندك جبنة بيضة برضو، البيضة او القريش بتتمط اكتر. القريش برضو حلوة جدا. هو عايز الحاجات كده، الجيل اللي طالع مش عايزين ياكلوا طبايخ، ولا عايزين محمرات ومشويات ومقليات وحاجه جميله جدا. خلاص كده هلفها بقى وارجع لكم. خلاص كده انا لفتها، نجيب بقى السليم. ماشي السليم، نقفل نلمها كده بيها، نرفعها من فوق كده، نرفع كده وننزل فوق. تمام اهي، سهله العمليه جدا جدا. لا فطير تقعدي بقى تعملي ولا دي، كده سهله قوي وتنفعك في اي وجبه. نعمل واحده كمان واوريها لكم. اهي نسالها بقى ايه اللبن وعليه معلقه السمنه. خلاص اعمل التانيه اللي هي مبسترمه اللي انتوا شفتوها قبل كده، وادخلهم بقى الفرن. بس بقى المره دي هحط انا ايه، جبنه بالبسطرمه. هفردها واوريها لكم. خلاص كده شايفين اهي، هفرد بقى ايه البسطرمة عليها برضو، عشان انا ما قللت البسطرمة في الجبنة. وحط البسطرمة واوريها لكم بعد ما اخلصها، واحط الزيتون انتوا شفتوها قبل كده، ممكن انزل لكم الرابط بتاعها. خلاص كده كده انا بنزل، خلصت انا حطيت البسطرمة وبنزل الطماطم. تمام، وانزل الفلفل. حلاوتها بقى بتبقى حراقه، بتبقى الفلفل بيخليها حرشه قوي قوي. لو عملتيه غدا لاولادك مع كيس شيبسي كبير، عشان البطاطس غاليه، عندك بطاطس اقلها له، هتبقى وجبه حلوه قوي قوي في العشاء او في الغدا او للمدرسه. عموما ما بينزلش سمنه، ياما يعني ما يتعص سمنه وهو بياكل في المدرسه، ما تقلقيش. ادي كده وهنزل الجبنه الموتزاريلا وبرده الجبنه التركي. كده خلاص انا نزلت الجبنه التركي وهقفل عليها.
بوريها لكم لما تطلع بقى من الفرن، قبل ما احط اللبن بالسمنه هتشوفوها. تعالوا بقى اقول لكم، انا مسكت سخنت اللبن وحطيت عليه في سمنه، ممكن تحطي زيت يبقى برضو حلو ومحرشف. بسم الله وننزل اللبن. نشربها بقى كويس قوي عشان تخش الفرن. تمام، هعمل الصينية التانية كده والفرن يولع وادخلهم، والفرن لسه مولعوش بس هو في ساعتها على طول بيسخن. خلاص كده كده هو بيتشرب منه، بيتشبع بالسمنة كلها واللبن وكده، بدل ما تعملي ورقة ورقة وتحطي سمنة ودربكة، لا ما بتاخدش سمنة كتير كده، بتوفري سمنة فيه. خلاص انا طلعتها نص سوا عشان احط عليها من فوق كده الجبنة الموتزاريلا. خلاص كده، وبرجع ادخلها الفرن تاني، وبعد شوية افتح الشواية من فوق، حاجة بسيطة خالص خالص اهي اهي شايفين. بصوا بقى بعد ما خلصت، بصوا الجمال، بصوا انا عايزاها تبرد بس اقطعها، ممكن تتقلب دي الواقفة كده على الحيطة كده، دي بردت وممكن تتقلب لانها انا رفعتها كده بالشيالة اللي اترفعت معايا. بس الجمال حلو قوي، وبالهنا والشفاء اللي هياكلوها. والله عايزه اقول لكم سهله جدا ومش مكلفه، هي البسطرمه لو غاليه عليكي ممكن تجيبي الجبنه اللي هي بالبسطرمه تعمليها، وتبقى منها فيها بسطرمه بالجبنه، بتبقى حلوه قوي قوي يعني، تعمليها لولادك في عشاء لو رايحين المدارس، حلوه قوي قوي، هتسهل لك كتير كتير. ولا تعملي تخبزي ولا تحطي سمنه ولا تنعن هم في اي حاجه من دي، ولا تقعدي تفردي ولا اي حاجه، سهله قوي قوي. هو الجلاش يعني لفه الجلاش بتعمل لك صينيه كبيره زي دي. خلاص، ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ جميله جدا جدا، واتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، وما تنسونيش في المشاهده واللايكات والتعليقات الجميله اللي بترفع القناه وبتدعمني. وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.